حفل رياضي كرمت من خلاله مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة شركائها الاستراتيجيين والداعمين لمسيرة نجاحاتها طوال عام كامل، والذي أقيم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة. خلال الحفل تم الإعلان عن تدشين مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة بغرض تدريب الألعاب الفردية المدرجة في نادي الشارقة الرياضي للمرأة للارتقاء بمستوى اللاعبات وفق المعايير الأولمبية المعتمدة والمزودة بأحدث الأجهزة. كما استعرضت نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة إنجازات النادي الموسم الماضي، مشيرة إلى ارتفاع رصيد الميداليات المحققة إلى 341 ميدالية ملونة، ورفض المنتخبات الوطنية ب42 لاعبة في 7 ألعاب. موسم لم يكن عادياً، بل كان مليئاً بالمفاجآت والمتعة والمباريات القوية. كل هذا وأكثر لم يأتي من فراغ، وإنما هي نتائج جهد بذلت على كافة الأصعدة من أجل الوصول إلى مسارح التتويج. وأخيراً وليس آخراً، تستعد الإمارة الباسمة لتنظيم أكبر تظاهرة رياضية نسائية في المنطقة، دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024، والتي تستقبل قرابة 1000 ضيفة من جميع أنحاء الوطن العربي لتتبارى اللاعبات في 8 رياضات في ملاعب الإمارة.